احد القاده الميدانيين ابو محمد في جيش الاسلام، يحدثنا عن مجريات المعركه كيف سارت وكيف تمكنتم من السيطره على حقل النفط في دير الزور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. تم الاقتحام في الساعه الرابعه تماما صباحا، وانتشرت القوات جميعا مع اخواننا الجبهه وبعض الفصائل، وتمت السيطره باذن الله. وهذا سيطرنا على سبع دبابات وكافه الاليات الثقيله، والحمد لله ما في خسائر ولا في شيء، والله اكبر. الحمد لله، الله اكبر.